نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندي عقار وأريد بيعه، وطلب مني الشاري شهادة عقد البيع، ثم بهذه الشهادة يستطيع أن يطلب قرضا من البنك. السؤال: هل يجوز لي أن أصدر هذه الشهادة علما بأنه سيأخذ بها قرضا من البنك؟ وهل يجوز لي قبول هذا المال من الشاري الذي أخذه من البنك؟ أعد السؤال. يقول عندي عقار وأريد بيعه، وطلب مني الشاري شهادة المشتري يعني. وطلب مني المشتري شهادة عقد البيع، ثم بهذه الشهادة يستطيع أن يطلب قرضا من البنك. ولا ما يعرض عقد البيع على البنك، يعرض عقد البيع الذي صدر بينك وبينه يعرضه على البنك، يكون سقط من المحكمة ببيعك عليه، يروح للبنك العقاري. أما أنك تشهد أنك بايع عليه، هذا ما حاجة له، يكفي الصك اللي معك. نعم.